تفضلي. ها اجا علي. صباح الخير. صباح النور. يلا انتوا جاهزين؟ جاهزين. ونيفين جاي معنا. يلا بنتي التاكسي عم تستنانا تحت. طيب بابا. صباح الخير بابا. صباح النور حبيبي. صباح الخير. صباح النور ابني. ليك انا رح اكتب لك عنوان الست ايمان هون، لا تطول، خف لي رجلك شوي، جيب لي الاغراض من عندها ودير بالك ينشقوا الاكياس معك وانت جاي. طيب امي. ولا شو الاكياس؟ شغل شو؟ لانه بدي اشتغل تريكو بالبيت. ان شاء الله جميله. شو عم تعملي انت؟ انا بساعدكم. ما بدي مساعده من حدا بنوب، انا بدبر حالي. كانه اول مره رح اشتغل بهالشغله، لشو كل هالاهتمام؟ ما عم بفهم. الو دقيقه جميله، في واحد اسمه نديم بده يحكي معك. الو. مرحبا يا خانم، انا اسف اذا اتصلت بوقت مو مناسب، بس بعد شوي عندي اجتماع وخفت ما يصير لي اتصل فيكي. برجع بعتذر منك. لا ولو، شو هالحكي هذا؟ تفضل. رح اجي غسان لعندي وطلبت منه اوراق بخصوص الدعوه وجابهم، واذا ممكن بدي اشوفك. تمام. طيب بشوفك امتى؟ اليوم اذا بدك. اليوم والله عندي شغل، ممكن غير يوم وانا بتصل بقلا. طيب رح استنى تليفونك يا خانم بخاطرك. تمام، مع السلامه. يلا باي يا روحي، خاطركن. الله معكن. منيح عم يزبطوا معك وعم تخيطي بسرعة، ايدك ماكنة ما شاء الله. حلوة هالشغلة جميلة. شو صار لك؟ أمي فيكي شي؟ ما بعرف، فجأة راسي وجاني. تركي بتكوني تعبتي، تركي من إيدك، تعي تسطحي. يلا تعي تعي. أمي صرتي أحسن؟ إيه أحسن. أكيد بسببي، زعلتك بكلامي لهيك تعبتي وجعت لك راسك. لا بنتي، بجوز اتضايقت وانقهرت بوقتها، بس مو بسببك تعبت. اكيد لاني عم بشتغل وانا مطخيه راسي، اكيد لهيك وجعني. الو. مرحبا، انا نديم اولتن داغ، محامي جميله خانو، ممكن احكي معها؟ جميله ما انا فاضي هلا، اذا في شيء مهم انا بقول لنديم بيك. امي نديم بيك ما؟ ايه نديم بيك بده يحكي معك ضروري. كنت بدي اتصل فيه ونسيت. وقفي وقفي على مهلك امي، شوي شوي. مرحبا نديم بيك، لا تواخذني انا انشغلت بالبيت ونسيت اتصل اليوم. مو مهم يا خانم، بس فيني اشوفك اليوم؟ اليوم؟ والله اليوم ماني فاضي ابدا. بكره؟ بكره ممكن. طيب اذا فينا نلتقي بمحل بخص المحامين، حلو هادي كتير. هو مطعم صغير. بشوفك وبنحكي على رواق وبنتعشى هونيك. يعني ما في مجال اجي بقلب النهار على مكتبك؟ بكره كل نهاري مشغول بالقصر العدلي يا خانم. شو رايك لبعد بكره؟ للاسف بعد بكره عندي قضيه برات البلد، ما حكون باسطنبول. هيك لكان. ايه. طيب إذا هيك لكان بكرة المساء بشوفك. ماشي، رح إجي أخذك من البيت. ما في لزوم، ما في لزوم، أنا بيجي لحالي، بس أعطيني عنوان المحل. ما بدي تعبي حالك، أنا بيجي باخذك. طيب بشوفك. المحامي من شان القضية عزمني بكرة على العشاء لنحكي، بس قلت له بيجي على المكتب، طلع عنده شغل بنهار وبعد بكرة مسافر لبرات البلد. منيح. ليش عم تشرحي لنا؟ انت بتروحي وبتشوفي يلي بدك اياه، ما بدك حدا يسمح لك. مو انا مرة، حتى لو ما حدا سألني فكر انه لازم برر كل موقف. شو اعمل؟ تربينا على هالشي.